يعني. لكن التربية دي ممكن تكون أثرت في الحياة بتاعت حضرتك بصفة خاصة، فكرة إنه يبقى في نظام في أكيد حياتك من صغرك يعني. أكيد أنا أخدت طبعا زي من والدي الله يرحمه، كان شديد الدقة، احترام المواعيد، الانضباط، حب العمل، التفوق، الطموح، فكلها سمات خدتها من والدي الله يرحمه، لأن أنا أنشأت عليها يعني. وكان فعلا دايما يشجعني ويشجع أخواتي طبعا، لكن أنا كنت متفوقة من صغري في المدرسة، كنت دايما بحب حتى لما بطلع الأولى يعني بفرح إن أنا هفرحه، هو هشوف فرحته في عينيه، وكان بيبقى سعيد جدا بيا. كنت متفوقة على سني ونطيت عدة سنوات في الدراسة. طبعا حاليا يمكن بقول لولادي واحفادي يقولوا لي مش معقول الكلام ده، اقول لهم حصل ان ايامينا كان فعلا نقدر ننط سنوات دراسيه. ف يعني يمكن انا ودكتوره منى الحجيزي زميلتي، واستاذه سلمى الشماع المذيعه، واستاذه نيلي وايضا المستشاره الاعلاميه، كنا اصغر طالبات دخلنا الجامعه 16 سنه. دول كانوا زمايل حضرتك؟ والى الان صديقات العمر. طيب هي يعني اللحظه اللي حضرتك قررتي فيها تدرسي اعلام، كان ايه اسبابها؟ او يعني في انهي فتره بالظبط؟ وحضرتك يعني اتخذتي القرار ده ازاي؟ طبعا في الثانويه العامه بقى بيبقى انا اختي دكتوره مرهان الحلواني سبقتني، دخلت برضو وقتها كنا مش كلية إعلام، كنا قسم الصحافة، فأنا كنت بحب بقرأ كتير قوي، بحب الكتابة، فكان طموحي أن أنا أدخل فعلا كلية الآداب. ومن أول يوم دايما بقول لطلابي هذه النقطة الهامة، وبناتي وأبنائي، أن من أول يوم كتبت على كشكولي دكتورة ماجي الحلواني، أن أنا عايزة أبقى إن شاء الله دكتورة، فإزاي هبقى دكتورة من غير ما تفوق؟ فطلعت الأولى على دفعتي الأربع سنوات. طيب اللحظة دي تحديداً كانت أوائل الستينات، نقدر نقول أوائل الستينات؟ أواخر بقى الستينات، اتخرجت 67. يعني في الفترة دي حضرتك كنت آخر سنة في ثانوية عامة، فبتحبي القراءة بشكل؟ لا، آخر سنة في الليسانس بقى، الثانوية العامة 63، وبعدين تمام. أنا أقصد إنه في الفترة دي في الفترة فيها دي كنت بكتب بقى أسجال برضو، أحب قصص قصيرة لأني كنت محبة جدا للقراءة، كل قصص طبعا يوسف السباعي، حسين عبد القدوس، وطه حسين، نجيب المحفوظ، كلها طبعا. كان في صحفيين بعينهم بتحب تقري لهم أو في الجرايد، ولا كانت كلها طبعا روايات؟ لا طبعا أكيد العظماء، علي أمين ومصطفى أمين وحسنين هيكل، وعدد كبير طبعا من الصحفيين الكبار اللي نشأنا على أيديهم يعني. وطبعا تدربت أيضا وأنا في قسم صحافة في دار الهلال، كان مع أستاذ محي الدين فكري، كان قسم الرياضة، اللي بعدها بقى أنا اتجهت للزواج من رياضي كبير كابتن حمادة أمام. ففي هذه الفترة بقى تعرفت بحمادة وتم زفافنا بقى.